شكرا للزميل محمد سعدون الكواري. أصدقائي المشاهدين متتبعي بين سبورتس، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى استاد النيو جيميكا في مدينة ساو باولو، سوبر كلاسيكو الموندو بين البرازيل المستضيفة وجارتها التاريخية وغريمتها الأزلية الأرجنتين، بطل الكوبا أمريكا في لقب رقم 15 في تاريخ الألبي سيليستي، تحقق وسجل في قلب الماراكانا، فكانت الضربة ضربتين وكانت الضربة مؤلمة وموجعة لعشاق السيليساو، أن اللقب رقم 15 لقب الريكورد للأرجنتين بمعادلة رقم الثلاثة أوروغواي جارتهم، فأن اللقب كان تحقق في الماراكانا لتسجل الأرجنتين أول انتصار لها تاريخيا في كوبا أمريكا على الأراضي البرازيلية. تنطلق مباراة تصفية كأس العالم، هي الجولة الثامنة للكوميبول أو منطقة أمريكا الجنوبية. حسابات الصدارة للبرازيل بأفضلية كاسحة 21 نقطة من 7 انتصارات، تليها الأرجنتين 4 انتصارات 3 تعادلات بما مجموعه 15 نقطة ومن غير خسارة لرفقاء ليونيل ميسي. تشكيلة سكالوني، لحراسة المرمى مارتينيز، رقم 4 مونتي، ترجع كرة منتخب الأرجنتيني وسط الميدان. صار في فنزويلا 3-1، يعطيك ثقة ويعطيك فكرة الأرجنتين بروح أخرى، معطيات أخرى، معطيات خاصة أنا أراها وأوظفها على الصعيد في عام 93 في كوبا أمريكا. بالتالي هذا الانتصار مهم جدا، جاء في أرض البرازيل على حساب البرازيل. مسألة تنظيمية في بداية هذه المواجهة توقفت. ما وصلنا حتى الآن هو أن مسؤولي وزارة الصحة البرازيلية اقتحموا أرضية ملعب المباراة للمطالبة بأربعة لاعبين من المنتخب الأرجنتيني جاءوا من إنجلترا للمشاركة في هذه المباراة، على الرغم من أنهم لعبوا قبل ذلك مباراة فنزويلا قبل القدوم للبرازيل لساو باولو للعب هذه المباراة. ومن منطلق ومبدأ المعاملة بالمثل، فإن البرازيل تعامل إنجلترا كما تعامل إنجلترا البرازيل، التي تعتبر البرازيل منطقة حمراء، وبالتالي تطالب كل من يأتي من البرازيل لإنجلترا للبقاء 10 أيام في فترة حجر فندقي أو في مكان خاص بالعزل قبل الخروج لممارسة الحياة الطبيعية، وكرة القدم والرياضة جزء من ذلك. وبالتالي قرر كما يبدو مسؤولو الصح. صار في فنزويلا 3-1، يعطيك ثقة ويعطيك فكرة الأرجنتين بروح أخرى، معطيات أخرى، معطيات خاصة أنا أراها وأوظفها على الصعيد في عام 93 في كوبا أمريكا. بالتالي هذا الانتصار مهم جدا، جاء في أرض البرازيل على حساب البرازيل. مسألة تنظيمية في بداية هذه المواجهة توقفت. ما وصلنا حتى الآن هو أن مسؤولي وزارة الصحة البرازيلية اقتحموا أرضية ملعب المباراة للمطالبة بأربعة لاعبين من المنتخب الأرجنتيني جاءوا من إنجلترا للمشاركة في هذه المباراة، على الرغم من أنهم لعبوا قبل ذلك مباراة فنزويلا قبل القدوم للبرازيل لساو باولو للعب هذه المباراة. ومن منطلق ومبدأ المعاملة بالمثل، فإن البرازيل تعامل إنجلترا كما تعامل إنجلترا البرازيل، التي تعتبر البرازيل منطقة حمراء، وبالتالي تطالب كل من يأتي من البرازيل لإنجلترا للبقاء 10 أيام في فترة حجر فندقي أو في مكان خاص بالعزل قبل الخروج لممارسة الحياة الطبيعية، وكرة القدم والرياضة جزء من ذلك. وبالتالي قرر كما يبدو مسؤولو الصح. صار في فنزويلا 3-1، يعطيك ثقة ويعطيك فكرة الأرجنتين بروح أخرى، معطيات أخرى، معطيات خاصة أنا أراها وأوظفها على الصعيد في عام 93 في كوبا أمريكا. بالتالي هذا الانتصار مهم جدا، جاء في أرض البرازيل على حساب البرازيل. مسألة تنظيمية في بداية هذه المواجهة توقفت. ما وصلنا حتى الآن هو أن مسؤولي وزارة الصحة البرازيلية اقتحموا أرضية ملعب المباراة للمطالبة بأربعة لاعبين من المنتخب الأرجنتيني جاءوا من إنجلترا للمشاركة في هذه المباراة، على الرغم من أنهم لعبوا قبل ذلك مباراة فنزويلا قبل القدوم للبرازيل لساو باولو للعب هذه المباراة. ومن منطلق ومبدأ المعاملة بالمثل، فإن البرازيل تعامل إنجلترا كما تعامل إنجلترا البرازيل، التي تعتبر البرازيل منطقة حمراء، وبالتالي تطالب كل من يأتي من البرازيل لإنجلترا للبقاء 10 أيام في فترة حجر فندقي أو في مكان خاص بالعزل قبل الخروج لممارسة الحياة الطبيعية، وكرة القدم والرياضة جزء من ذلك. وبالتالي
قرر كما يبدو مسؤولو